خليني ارحب بضيفي عبر سكايب الاستاذ عزام ابو العدس الباحث في الشؤون الاسرائيليه. اهلا بك معنا. السلام عليكم، تحياتي لك دكتور اسامه ولجمهور مستمعيكم ومشاهديكم. اشكرك، التحيه لك. هل يبدو لك في الساعات القليله الماضيه ان الصحافه العبريه تتحدث بنبره اهدأ وتريد ايقاف الحرب وعدم اتساعها في جبهه لبنان، ام ان هذه اراء للمحررين؟ يعني في تقديري إسرائيل عندما تتحدث عن السلام فهي تريد الحرب. يعني متى كان على مدى تاريخ إسرائيل تحدثت إسرائيل عن السلام؟ هذا لم يحدث في السابق، لم يحدث في السابق أن عمدت إسرائيل إلى عمل اتفاقية مع طرف عربي في ظل تهديد وجودي. وبالتالي أنا في تقديري كل ما يقال عن مسألة الذهاب إلى اتفاق مع حزب الله، رغبة إسرائيل بعمل اتفاق، هو ربما يكون على الأغلب ذر للرماد في العيون. موقف حزب الله هو موقف صريح وواضح، وحتى يعني السيد نبيه بري قال، الرئيس البرلمان اللبناني قال بشكل صريح وواضح عندما جلسنا مع الأمريكان، طلب الأمريكان أن تكون هناك انسحاب لقوات حزب الله 8 كيلومترات على الحدود أو من الحدود، فكان رد الحزب بأنه إذا انسحبت إسرائيل 8 كيلومتر من الحدود فنحن سننسحب. ومن ثم كان الموقف الرسمي الأخير بالأمس على لسان السيد نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله بأنه حزب الله لن يتراجع أبدا عن موقفه، وهو اشتراط إنهاء الحرب في غزة بشكل كامل حتى يوقف جبهة الإسناد. وبالتالي أنا في تقديري ما تقوله إسرائيل الآن هو إخفاء للنوايا بالدرجة الأولى، لأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على صفر تهديد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسامح إسرائيل مع تهديد يطلق أو تطلق فيه الصواريخ والمسيرات كل يوم إلى العمق الإسرائيلي إلى 30 و35 كيلومتر، وتدمر فيه قواعد عسكرية ومستوطنات، وبالتالي إسرائيل مضطرة لخوض هذه الحرب. الآن هناك أخبار جديدة تقول ما يلي، بأن ما طرحه جالانت على الكونغرس الأمريكي أو على البنتاغون الأمريكي هو أن تقوم إسرائيل بعملية جراحية محدودة على الحدود. هذه العملية تضمن لإسرائيل توغل بري حتى من 5 إلى 8 كيلومترات في 3 محاور. هذه المحاور هي محاور أساسية، تستطيع بعدها إسرائيل أن تذهب إلى التفاوض مع حزب الله دون إدخال بيروت والعمق اللبناني في المعادلة، وبالتالي لن يدخل حزب الله حيفا وجوش دان في المعادلة، وسيكون الاشتباك محصورا بينهما في منطقة شمال فلسطين وجنوب لبنان. لكن الأمريكان رفضوا هذه الخطة وقالوا بأنها ستؤدي إلى حرب إقليمية. أنا في تقديري بأن نتنياهو يدرك تماما بأن الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل، ومن يراجع تاريخ نتنياهو ويراجع عقيدة نتنياهو، عقيدة نتنياهو هي ضرب إيران وحسم الشرق الأوسط. وإذا كنت تذكر في الخطاب الأول الذي قاله نتنياهو بعد 7 أكتوبر، في أول خطاب كان له قال بأن هذه الحرب جاءت لتغير شكل الشرق الأوسط إلى الأبد وتنهي كل التهديدات التي تحيط بإسرائيل. طيب، بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن لم تخلو من الحديث عن غزة وإسرائيل. ترامب وصف بايدن بأنه فلسطيني سيء وبأنه يحاول منع إسرائيل من استكمال مهمتها. كيف تعامل الإعلام العبري مع ما قاله ترامب وما قاله بايدن؟ يعني الإعلام العبري سلط الضوء على هذه المناظرة بشكل كبير، وكان هناك نوع من الشماتة في بايدن، بمعنى إسرائيل من خلال إعلامها تحاول أن تروج لفكرة أن الأمريكان يمنعونها من الانتصار، تحاول تروج لشعبها بأن هناك قيود أمريكية على الحرب في غزة. يعني تخيل حرب دمرت 70% من المباني في غزة،
أخرجت كل المستشفيات عن الخدمة، كان فيها وحشية لم تكن منذ الحرب العالمية الثانية. والولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بأكثر من 14,000 قنبلة ثقيلة يزيد وزنها عن 500 رطل و 700 رطل، ويعني زودت إسرائيل ب 300 شحنة جوية و 100 شحنة بحرية من السلاح، وما نعلم وما لا نعلم. وبالتالي الصورة في إسرائيل تروج بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكبل يد إسرائيل على الانتصار، وهذا يعني يأتي لتبرير عجز الجيش الإسرائيلي وعجز المستوى السياسي. وبالتالي هناك الآن وجهة نظر في إسرائيل بأن ترامب سيسمح لإسرائيل بالانتصار، وأن القيود التي يضعها بايدن على إسرائيل سينهيها ترامب، مع أن القيود التي وضعها بايدن أو الكلام هو كلام للاستهلاك الإعلامي البحت. يعني إسرائيل قامت بكل ما يمكن أن يقوم به محتل وحشي من مجازر وقتل، ومع ذلك لم تنتصر. أنا كنت سأسألك منذ 7 أكتوبر، هل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل طلبا واحدا والتزمت به إسرائيل؟ يعني على سبيل المثال عملية رفح، عملية رفح كل الكلام الأمريكي فيها كان ضر للرماد في العيون، مسألة المستشفيات واستهدافها، مسألة استهداف المدنيين، مسألة المجازر. يعني حتى الآن نحن نتحدث عن ما يقارب 37,000 شهيد، وعلى أبواب 38,000 شهيد، وإذا احتسبنا ما يقارب من 10,000 إلى 12,000 من المفقودين تحت الأنقاض الذين طبعا استشهدوا بعد كل هذه الفترة، يعني نكون على أبواب 50,000 شهيد. وبالتالي وكلهم طبعا أو أغلبهم مدنيين، يعني المقاومة لا زالت على الأرض ولا زالت تقاتل وتكبد الاحتلال الخسائر. وبالتالي عمليا بايدن يعني قدم ما لم يقدمه أحد لإسرائيل، ومع ذلك يعني يكون هناك نكران للجميل بصورة وقحة جدا. يعني فعلا كما ورد في الأدبيات القديمة والتاريخية عندما الحديث عن هؤلاء القوم وصفوا بأنهم قوم بهت، أي يبهتون كل ما يقدم إليهم وينكرونه. وبالتالي هناك توقع وترقب لمجيء ترامب تحت شعار بأن ترامب سيسمح لإسرائيل أن تنتصر. أقول مسألة مهمة جدا وأنهي بها في هذه الجزئية. ربما أيضا الإعلام العبري يتحدث عن مسألة حرب لبنان ومعارضة أمريكا لحرب لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية قامت على الدم والحديد والنار، لا تفهم إلا لغة القوة وتدرك تماما. الولايات المتحدة الأمريكية إذا أردنا أن ننظر لتاريخها هي مثل الضباع، لا تفترس إلا الدول التي تعفنت وسقطت من الداخل. لكن الوضع بالنسبة لحزب الله وإيران والحوثيين هو وضع مختلف كليا. والولايات المتحدة الأمريكية خبرت بأس هذه الحركات الأيديولوجية جيدا في العراق وفي أفغانستان، وبالتالي هي تعلم بأنه إذا فتحت حرب ضد حزب الله فستتورط أولا إسرائيل بما لا قبل لها بها، وستتورط الولايات المتحدة الأمريكية بورطة جديدة في الشرق الأوسط ربما ستستنزفها إلى سنوات قادمة تكون من حظ الروس والصينيين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هنا لا تضع قيودا على إسرائيل، إنما تحمي إسرائيل من غرور وعن جهية قياداتها. وبالتالي إسرائيل الآن ترى في ترامب بأنه سيكون المخلص من هذه القيود، لكن أنا في تقديري الخلاص من هذه القيود سيكون كارثة على إسرائيل. شكرا جزيلا عزام أبو العطس، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، كنت ضيفي عبر سكايب.